السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا بخير يا رب العالمين. الفيديو ده برعاية XPG، طبعا الشركة يعني والله العظيم ناس ذوق جدا، بعتولي ماوس وكيبورد وماوس باد، والنهاردة هندخل نعمل لهم انبوكسينج، يعني هنفتح العلب ونشوف المحتوى بتاع الحاجات دي. أدي حاجة، الحاجة التانية هنجربها وندخل نلعب جيم ببجي ونشوف هيكون فيه معطى ولا لا، ويا ترى هيكون ماوس محيطي فعلا وكيبورد محيطي ولا أي كلام. يلا بينا نفتحهم علبة علبة، وما تنساش هتلاقي كل التفاصيل في الفيديو ديسكريبشن. خلينا الأول نفتحهم طبعا من تحت لفوق، يعني إيه؟ يعني نفتح الأول ماوس باد بعد كده نفتح الماوس ونفتح بعد كده الكيبورد. اسم الماوس باد دي اسمها XPG Battleground XL Prime DRGB، يعني المفروض ان هي بتنور. والله العظيم انا متحمس قوي، هفتح الحته دي سريعا. شايف ان العلبه دي تستحق ان انت تفتحها بالسكينه الفراشه، لانها يعني على وضعها على الاخر. نفتح كده يا معلم، بس نخلي السكينه جميله طبعا، مش هنشيلها، دي موجوده تبقى اساسيه. نفتح بسم الله الرحمن الرحيم. السجادة اللي جوه، واو. ايه ده؟ ايه ده؟ دي سجادة بيت دي بقى، دي مش بادة. بصراحة طبعا في ناس تتريق عليا، ممكن تقول عليا انت بتقول على الماوس باد سجادة، بس انا بصراحة والله العظيم ما عارف اسمها ايه بالعربي. انا عارف ان هي اسمها ماوس باد بالانجلش، بالعربي بصراحة ما اعرفش. نقول بسم الله الله اكبر يا ربي، دي اكبر من حياتي. ايه ده؟ ده في حاجات من جوه كمان. اوكي، مانوال طبعا يقول لك ازاي تشغلها. انتوا عارفين يعني احنا ايه، فظيعين جدا. طبعا كل دي استيكرات موجوده، بس انا ما بقراش لا مانوال ولا بلزق استيكرات، فهنخليها على جنب. وده الكيبل يو اس بي اللي هيدخل هنا اهو، وده كابل تاني اللي هيدخل في الكمبيوتر. يلا بينا نوصلهم دلوقتي. اتفرج يا معلم، بص دي بتنور، ده نور، دي مش لونها ابيض. ايه ده؟ لما تيجي بتوصلها بالكابل ده وبعد كده تروح دايس كده تبقى لونها ازرق، لونها ده في بتعمل الوان كتيره قوي، واخضر احمر. واو، في الاحمر شكلها تحفه، في الاحمر شكلها تحفه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. قول يا جماعه ما شاء الله. نيجي بقى عند الماوس ونفتح نشوف الماوس. اسمه XPG بريمير ار جي بي جيمنج ماوس. يلا، اوه شايفين الفتح يا جماعه، والله العظيم بوكيه بوكيه بوكيه، جاتو ده، جاتو ده مش ماوس. بسم الله، انا طبعا ما رضيتش ان انا ايه افتح اي حاجه غير اللي مع بعضينا مع بعضينا. يلا بقى اديني بقى في الماوس المحيطي بقى كده اهو، ده كل محتوى العلبه. يلا ان 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 اه بسم الله. ما تقوليش الماوس ده، ما تقوليش. اتفرج يا معلم، شايف التحفه الفنيه؟ بص ده بيلمع، والله العظيم بيلمع من غير فلترات يا معلم. وبص من الجنب كده كمان مكتوبه بريمير. يا سلام يا سلام، اكس بي جي بريميير ولا بريمير ولا ايه ده؟ ار جي بي بقى، وكل الوان براحتك، وتظبط طبعا عندك سوفت وير بيبقى موجود على الكمبيوتر لو حابب تظبط الدي بي اي بتاع الماوس، تسرعه وتبطئه زي ما انت عايز، على حسب ان هو يعني يبقى متوافق مع حركتك انت، بتحب الماوس السريع الماوس البطيء. وفي نفس الوقت انا شايف ان مسكته ثانيه كده زبده، والله العظيم زبده، اقسم بالله. كم مره بص شايف، بص 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 بيلعب لوحده، بيلعب بيلعب. بص بص نخش في الموضوع على طول. طبعا الحته دي انا عايز اقول لكم على حاجه، هي اكتر حته لمست قلبي. يلا نيجي هنا اهو، بسم الله. شايفين السكينه دي؟ ها قلق، ها قلق صياعه. فده بصراحه جايبين يعني توب اوف ذا لاين، ذا بيست اوف ذا بيست يا معلم. زي ما انتم شايفين بصراحه حاجتهم كلها الباكنجينج ممتاز، والحاجه ممتاز، الماتيريال تحفه. ايه الحته دي بقى يا معلم؟ بص انا اول ما شفت الحته دي انا عايز اعيط. ليه بقى؟ هشرح لكم بعدين. انا عايز اعيط بسبب الحته دي، انا هعيط دلوقتي. يلا نفتح نقول بسم الله. ما تنسوش يا جماعه تصلوا بينا على النبي يا جماعه، تقولوا بسم الله ما شاء الله، ده انا اخوكم. نفك كده يا معلم بالراحه بقى، بالراحه بالله عليك، بالراحة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كلام كبير ده، ها؟ يا معلم اوف اوف اوف، ايه ده يا جدع ده؟ ايه يا جدع ده؟ عيب عيب عيب، ما يصحش. عيب اقسم بالله، ما حدش بيعامل حد بالاحترام ده. انا من اول ما يعني يا لهوي عليا، ما تقوليش انت لو قلت لي هزعل. ما تقوليش دي بالمغناطيس؟ يا لهوي، يا تلعب بالمغناطيس بالله عليك كده كتير، والله العظيم كله كده كتير بصراحه. يعني بص طبعا عندكم الحته دي زي ما انتم شايفين اللي بتعلي وتوطي الصوت،
الحته دي شيكه جدا تمام. وعندك المكان ده زي ما انتم شايفين كده، نعمل كده فوكس كده على السريع ها، علشان ايه تقدر تعمل ميوت وتشغل الصوت. طبعا مش محتاج اقول لك يعني ان يعني انا عارف ان انتم مش متخيلين قد ايه ان الكيبورد بينور جامد، لدرجه ان انا ضارب الفلاش بتاع الاضاءه وكمان الفلاش بتاع الكاميرا، وزي ما انتم شايفين عمال بينور نور عالي قوي. بص يا شباب انا هقفل لكم الاضاءه شويه عشان برضو تقدروا تشوفوا الانوار، بس انا عايز اقول لكم على حاجه ما شاء الله، الله اكبر، ار جي بي بينور فرح. انا مش عارف اعمل لكم ايه، لو انت جيت دوست بالشكل ده في عندك بينور لك الدبليو اي اس دي، ده بيبقى شبه الموديل جيمنج علشان لما تيجي تلعب يبقى بس الحتت دي اللي منوره، او الزرار اللي انت تقدر تستخدمها في الالعاب اللي هو بتاع تغيير السلاح الدبليو اي اس دي والكلام ده كله. بعد انت كده بتقلل في الاضاءه وكده بتعلي الاضاءه، يعني لما تدوس على اف ان وفوق الاضاءه بتزيد، ولما تدوس على اف ان وتحت الاضاءه بتنقص، وطبعا لما تدوس على اف ان شمال بيقدر يغير لك المود. المود ده اللي هو ايه، عامل زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني تيجي تدوس كده اهو يعمل كده عامله زي الموجه، تعمل كده هنا اهو المكان اللي تدوس عليه بس هو اللي يعمل. طبعا صوت الكيبورد وانت بتدوس عليه نغم نغم. طبعا المود ده بالنسبه لي هو يعتبر احسن مود، بس طبعا انا عايز اقول لكم على حاجه، بعيدا ان الكيبورد اصلا الملمس بتاعه حرفيا تحفه، والريست بتاعه فعلا بيبقى مريح جدا لان معمول من القطن وفي نفس الوقت شبه المخده. اللوجو بتاع الاكس بي جي بصراحه معمول بشكل تحفه وشيك قوي. اكس بي جي يا جماعه سومنير، طبعا هسيب لكم كل الروابط موجوده في الفيديو ديسكريبشن، زي ما انتم شايفين حرفيا تحفه التحفه ما شاء الله الله اكبر. يعني انا حرفيا مفيش كلام اقدر اقوله بالمنظر التحفه الجميل ده، الكواليتي البيلد كواليتي بتاعتها ممتازه. حاجه مهمه جدا طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا بص احلى حاجه ان انت لما تعوز ترفع الكيبورد كده اهو عادي جدا، عشان دي كل دي مغناطيس يا معلم بتلزق وبتتعمل. تيجي كده تشوف كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الحته دي عندك تقدر تركب يو اس سي بي زياده، تقدر تركب الماوس مثلا فلاشايه، تقدر تركب دراع، تعمل اي حاجه. طبعا بتقدر توصل اليو اس سي بي ده بدل ما توصله عن طريق الكمبيوتر وما عندكش وصلات او ما عندكش يعني اماكن فاضيه، بتقدر توصله عن طريق الكيبورد، ودي حاجه حلوه قوي. في نقطه عجبتني جدا بصراحه ان هم بيهتموا بأداء التفاصيل، الحركه دي بصراحه انا عجباني قوي. ليه بقى؟ لان انت حرفيا هنا اهو شايفين كل حاجه شبه بعضيها، لو انت عايز تقلبها جيمنج تقدر تروح مدخل مثلا كده اهو بالمنظر ده، شايفين؟ سهل قوي. وبعد كده تروح ايه رافع الزرار، رفعت الزرار يا معلم، وبعد كده تروح حاطط بداله الدبليو لونها احمر بالمنظر ده، شايفين؟ علشان بعد كده لما تيجي هنا اهو تلعب جيمنج او اي حاجه تروح عامل الدبليو اس دي، سهل بالنسبه لك ان انت تقدر تفرقها عن اي زرار تاني. دلوقتي حرفيا انت حولت الكيبورد بتاعك لكيبورد جيمنج. ليه بقى؟ ان انت عشان تقدر بدل ما تتلخبط مثلا بالنسبه لك ان انت عايز ان الدبليو اس دي ده اللي هو لما تيجي تستخدمه في الالعاب تتقدم وترجع بيهم ورا بس كده يا معلم، تعيش حياتك. وكذلك برضو عندك ان هو زراير تقدر تبدل بيهم الزراير دي، لو انت مثلا بتلعب على الزراير فوق تحت ويمين وشمال، وعندك الزرار المعروف، وعندك الزرار ده طبعا تقدر تستخدمه بدل زرار الويندوز. يعني انت لو مش عاجبك زرار الويندوز يا معلم تقدر تشيله وتحط مكانه الزرار ده. دلوقتي بقى يلا بينا نجرب كل الحاجات الشغل الجامد ده في ماتش بابجي كده من اللي قلبك يحبه، ونشوف هنجيبه هنا ولا لا. يلا بينا. راندوم لا حسك بتبوت غلبان ولا يطلع واليكس ده جبنا ام فور كمان وميت ذا سموك. ها لا بتصعب، خد منه الام 7 ده اليوم بي. عشت سكواد تاني ها، اثنين صبر يا ايه عليك ايه مش عندهم يا ولد. عندك حد؟ اه طب ما تنزلش يا ابني، انا بقعد هو هو وقعت يا عم بالغلط. امسك عمود بقى وانا عمود. ثلاثة هم ولا شافوا احنا وقعنا اتنين فوق ولا واحد؟
او في واحد نزل شفته صبري واحد نزل عن ناحيه الشمال ده اقعي اقعد دور امانكم عاد واقع مش من البيت الله يرحمه هم مش محتاجين هم مش محتاجين بتاخد او بص لعبك بص لعبك بلوم اصب بلوم اصب بلوم بلوم ده عبيط اصب بلوم بلوم ده عبيط قوي يا لهو على العبط والله انك بيض والله والله انك بيض ايه ده يا حرام ايه الكفته دي ده 11 كلايه وبكده وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم زي ما شايفين فعلا يعني انت بتتعود على الماوس بسهوله غير طبيعيه لان الماوس حرفيا انا اللي عجبني قوي فيه ان هو الماوس اللي هو خفيف ولا هو تقيل وفي نفس الوقت سهل التعامل يعني يا دوب يعني تحس ان هو كده يعني منحوت او متظبط على شكل ايدك لو انت ايدك متوسطه لان احنا كرجاله ايدنا دايما بتبقى من متوسطه لكبيره عكس ايد البنات صغيره ففي ماوسات كتير جدا بتكون صغيره بتبقى صعبه التحكم مسكة الماوس فعلا مريحة والله العظيم ما بهزر مسكة الماوس مريحة وما تحسش ان هو تقيل زي ما في ماوسات كتيرة جدا تقيل عشان تلف كده 360 درجة بالماوس بتاعك ادي حاجة او تعمل فليكات يمين وشمال استخدام الكيبورد ذات نفسه انا ذات نفسي عجبني قوي كشكل كديزاين اللي هي اللي انت بتعلي بتوطي بيها الصوت اليو اس بي اللي موجوده فيها السنده اللي هي معموله من الاسفنج دي اللي بتريح ايدك علشان تقدر تقعد لمده ساعات الماوس باد شكلها شيك قوي بتنور كل الالوان وتختار اللون اللي على كيفك وبصراحه يعني كل حاجه شياكه وانا بحب اشكر شركه اكس بي جي والله العظيم مش عشان بعتوا لي ماوس وكيبورد الحمد لله اقدر اشتري 600000 ماوس وكيبورد من مالي الخاص بس يعني يعني حركه شيك قوي ان هم بيهتموا بجيمرز مصريين يا جماعه وفعلا انا دي نقطه بحيلهم فيها لان حرفيا مفيش حد بيهتم بينا كجيمرز مصريين لو انت حابب تشوف اي تفاصيل اكتر على الماوس والكيبورد والماوس باد هتلاقي كل حاجه موجوده في الديسكريبشن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسيبكم على خير اشوفكم في فيديو قريب جدا السلام عليكم